تتذكر أن هناك موت. ليه بقى؟ كذا حاجة. يعني مثلا الشيخ محمد ربنا يجزيه خير يا رب قال لك بس أول حاجة ده أصلا يخليك تشتغل. يعني ظنك أنه العمر ما هوش إندلس، أنا مش قاعد لغاية ما يوم القيامة تقوم، فبالتالي أنا لازم أشتغل، فلازم أشتغل فأكثر بقى من الحاجات الطيبة في حياتي. أنا والله عايز أني مثلا الدعوة، فلازم أدعو إلى الله كتير وأشتغل وأطلع بدل الفيديو 10 ومش عقلي، أنا عمري قصير، أنا عايز ألحق أسيب ورايا حاجة يا رب تشهد لي عند الله. أنا عندي أولاد، الأولاد دول أنا عايز أن أترك لهم شيء طيب يعيشوا عليه، سواء من سمعة ولا من مال ولا بتاع يساعدهم، فبالتالي أنا هشتغل. أنا عايز أربي أولادي، أنا أتقي الله لإني أخشى أن أترك من خلفي ذرية ضعفا كما قال الله عز وجل، ولأخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى أنا هشتغل عشان أنا أخشى إني أترك لهم شيء أو ما أتركش لهم شيء، فأنا عايز أسيب لهم شيء فهشتغل. إنه يا عم والله فكرة مثلا الموت على سبيل المثال، إني أعلم أنه الصبر على شيء له أجر عند الله عز وجل. فالمبتلى اللي في الدنيا ده تخيل أنه ليس له شيء، يتخيل المبتلى ده اللي قاعد دلوقتي في سرير، انت اللي مثلا لما اتكلمت على فكره المرض وانه شوف قبل ما يموت مرض قد ايه ومش عارف ايه، تخيل انه هيمرض ومش هيموت. يا نهار ابيض، يعني هو هيقعد في سريره يتعذب كده شجره بقى مع نفسينا مع اللي بقى قاعدين، وليس له اجر. ده المصبر يا ياسر، المصبر انه يعلم انه عندما يذهب الى الله له اجر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لك الأجر اللي هياخدوه يوم القيامة الناس المبتلاة، وينظر أهل العفاء يقول يا رب لو قرطتنا في الدنيا بالمقاريد، لو تقصصنا كده بمقصات عشان ناخد نفس الأجر. فصبر المبتلى إنه يا ربي أنا هجيلك في يوم من الأيام فأجازة، عشت مرمي على سرير ولا عشت مبتلى في أهلي ولا في مالي ولا في ولدي ولا في حريتي ولا في ولا في ولا في، وأنا أعلم أني آتي إلى الله أصبر. ده أنا لو ما فكرتش في الموت ساعتها إنه أنا هموت وأذهب إلى الله يجازيني، والله العظيم أقنط. هي الناس بتلحد ليه عم الحاج؟ يعني في ناس بتلحد ليه؟ لأن الحياة غير عادلة، life is not fair. فيجي ينظر إلى الحياة، أنا والله والطفل اللي مرض وإخواننا في غزة ربنا رب ينصرهم رب العالمين، اللي وقع عليه صاروخ ولا الشر اللي في الدنيا ولا الظالم اللي قعد تدعي عليه ولا حصلوش حاجة، وأنا أروح في داهية أكتر وأكتر وهو يتبغدد أكتر وأكتر. ليه بقى؟ أنا ألحد ده مفيش ربنا. لو فكر دقيقتين إلا ربع بس إن العدالة قادمة قادمة، ليه؟ هنموت. فلما أموت هروح لمين؟ للعادل سبحانه وبحمده، وهنحاسب بقى. مفيش فلوس، في حسنة، تعالى لي بقى حسنات وسيئات هقلعك بقى ارميك في النار. فهذا الظالم يصبرني على ظلمه واني شايفه كده عمال يعلى يا ربي وانا راجل مظلوم، انه يوم القيامة يعاقب. فلو مفيش موت والخطة هينتهي في الاخر هنا خلاص كل سنة طيب هنطلع من هنا، يعني الشيخ محمد هو بيقول ان الموت خط النهاية، الموت مش خط النهاية، الموت خط البداية للحياة الأبدية. فبالتالي ده أنا أصلا عارف أنه هذا الموت أنا أخشاه، أخشاه أنا أكرهه، أكرهه، ولكنه والله لولاه، ولولا أن بعد الموت ده نعرض على الله، ولولا أن بعد الموت ده في جنة ونار، ولولا أن الموت ده هو بداية الحياة الأبدية، والله العظيم ما كان حد خاف. ده كانت الناس تسرق بعض في الشوارع، وكان عربيتك عجبانه اروح اقتلك واخدها واظلمك واعمل اللي انا عايزه. فسبحان الله، الموت ده اللي بيقول لك انه الحياه قصيره اشتغل، الموت ده اللي بيقول لك انه انت مبتلى منتظرك نعيم عظيم عند الله عز وجل، الموت ده بيقول لك انت مظلوم هذا الظالم له عند الله عقاب عظيم هيقابله بعد الموت، وهكذا وهكذا من الحاجات اللي بتقول لي انه لا عيش وارتاح، ده انت رايح لربنا سبحانه وتعالى يجزيك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذم اللذات، هنا احنا مش بنكلم اللي عنده الخوف المرضي من الموت، تاني اللي عنده خوف المرضي من الموت ده اقفل الحلقة هنا يا حبيبي وروح تواصل مع دكتور نفسي شاطر وابدأ رحلة علاج، لكن انا بتكلم على من هو ناسي فكرة الموت. لا يا حبيبي، ده هو ده اللي يا اخي، انت مثلا ايه اللي يمنعك ان انت عن معصية ولا ذنب؟
انت دلوقتي واحد مثلا غارق في الذنوب وعايش ذنوبه مش ما بيبطلش، ده لو بيذكر الموت ويظن انه يقابل الله عز وجل ويمكن يقابله كمان شويه، ساعتها هيقول لا يا عم ده انا والحساب بيشتغل على طول، ده انت من ربك مديرك ما وماذا تقول في الذي بعث فيكم، افرشوه من الجنه البسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه، وافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار، ده في ساعتها. فهو لو 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 تذكر ده وخاف يقف عن الذنب. وبعد الموت يا ياسر سبحان الله من المعاني اللي برضو المهمة انه يا جماعة، وده والله انا عملته فيديو قبل كده، كم تكلمنا عن عذاب القبر، بس انا اسف جدا ده في نعيم في القبر لا يتخيله احد. فانا فاهم انك خايف من موت، حقك يا ابن الحلال، بس انت ان اتقيت ربنا سبحانه وتعالى ده انت هتتبغدد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه السيدة فاطمة تقول وكرب أبتاه، وهو في بينازع النبي صلى الله عليه وسلم الموت، فقال ايه؟ ليس على أبيك كرب من بعد اليوم. كرب ايه بس؟ خلاص دي خلصت الدنيا اللي كان فيها ظلمة وفيها صعوبة، ونصحى كل يوم عشان ننزل ندور على الرزق، ونتعب واحنا بنشوفه، ونشوف اخواننا بيقتلوا، ونشوف فلان اللي تعبان وفلان اللي عيان وفلان اللي حياته صعبة. ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اتقيت ربنا كرب خلص يا باشا، تعالى بقى وتحاسب وخد جنة والعكس صحيح، الظالم يلاقي. فإذا ما بعد الموت والموت نفسه هو يا جماعة ده فكرة لو الواحد عاش عليها حياته تنضبط، بس يعيش عليها صح.